والآن مع كلمة الأستاذة حياة النفوس نظرة المدرسة. بناتي العزيزات طالبات معالي البساتين التجارية، أحدثكم وأنا كلي فخر وسعادة، كلي أمل في مستقبلكم، كل امتنان لطيب صانعكم ونبل مسعاكم، كل فرحة وإيمان بإن ما زرعناه معا يطيب بكم حصاده في أنفسكم. بناتي خلوني أكلمكم النهاردة بلغة أقرب للمسامع، اللي عملتوه أنا مش هذكره، أنتوا كلكم عارفينه، كلكم تعاونتم فيه، كلكم ساهمتم، لو مش بالفعل فكفاية الرغبة والسعي فيه. زرعتم خير وتعاون ومحبة وتعاضد بينكم وبين بعض، والنهاردة أنا جاية بنفسي أهنيكم وأقول لكم إن اللي ثمرت اللي زرعتوه طرحت، والغايب رجع الحمد لله، وما رجعش لوحده، خير صانعكم امتد وشمل ناس أكتر ورجع غايبين أكتر وساعد بيوت أكتر. شكرا ليكم يا بنات، وشكرا للسادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وشكرا لبيوتكم اللي ربت فيكم الخير والحب والتعاون. وتأكدوا يا بنات إن مهما كانت حظوظنا قليلة من أي حاجة، يكفي إننا بنتعاون، يكفي نحط إيدينا في إيدين بعض، يكفي نحط الفكرة على الفكرة والإيد على الإيد، والأهم القلب على القلب، عشان القليل يكتر ويفيض علينا كلنا. ده اللي حاولت طول الوقت أوصله لكم، لما كنا بنعمل مع بعض كل حاجة ونقف جنب بعض صف واحد في مواجهة أي أزمة. دلوقتي بقى أقدر أقول لكم بكل ثقة، إذا فضلتم بنفس الروح فأنتوا جاهزين لمواجهة الحياة والنجاح فيها، والمرة دي السقفة هتكون مني ومن أساتذتكم ليكم أنتم. الأساتذة الكرام أرجوكم شاركوني تحية بناتكم. يا سلام يا سلام، خطبة حلوة أوي، تعيشي تعيشي أبلى حياة، تعيش أبلى حياة، تعيش أبلى حياة، تعيش ماما حياة. بس بس بس، مفيش داعي للهتاف بحياة حد، ما تتعودوش على الهتاف يا بنات، اشتغلوا أكتر ما تهتفوا. عاوز أشوفكم في الفصول بعد 5 دقايق، يلا دوري الطابور يا بنتي. على الفصول معتدى المارش. يا رب يخليك يا أبلة حياة. الحمد الست لله. رجعت بالسلامة لعيالك. لكل فضلك يا أستاذة، انتي ست عظيمة، الله عليك. شش، أرجوكم أرجوكم يا جماعة، حياة ملهاش أي فضل في اللي حصل ده، الموضوع كله همة وتعاون من البنات وروح طيبة وعمل جماعي، يمكن يكونوا استمدوه مننا كلنا مش مني لوحدي. هنوا أنفسكم وهنوا طالباتكم، أنا آخر واحدة تستحق أي إطراء، وأرجوكم بقى اتفضلوا على الفصول. والله يا أبلة الإجراءات ما خدتش وقت طويل، والحمد لله الست طلعت على خير. الحقيقة الناس بتبذل مجهود كبير في الموضوع ده، ومش مخليين طريقة مش بيعملوها عشان يفكوا كرب الغارمات، بس الأعداد إيه ده؟ كبيرة فعلاً. ربنا يفك كرب الكل يا أبلة، بس انت قلتي إن أكتر من غايب رجع، ده إيه ده؟ أنا ما فهمتش. أصل البنات أتريهم عملوا دعوة على الفيسبوك لما قلت لمريم زميلتهم على وضع المؤسسات اللي بتساعد على فك كرب الغارمات، والبنات ما اكتفوش باللي جمعوه عشان أم غادة، دول بقى عملوا إيه؟ وجهوا الناس يتبرعوا من الصفحة اللي عملوها، وقدروا يفكوا كرب أكتر من 10 غارمات بمجهودهم. شوف العيال. عيال إيه بقى؟ العيال كبروا وبقوا أكبر مننا وعايشين وقتهم وبيقدروا على اللي إحنا بس بنتكلم عنه. لا يا أبلة ما تقوليش كده، هو لولا اللي انت كنت بتعمليه معاهم وتربيتك ليهم على اننا يعني نعمل كل حاجة بإيدينا ومع بعض وما نستقلش بنفسنا، كانوا بقوا كده ولا فكروا حتى يعملوا كده؟ والله ده واجبنا يا إنصاف، مش بنمن عليهم على فكرة، ده اللي بناخد عليه مرتباتنا، لكن هم اللي عملوه جي من جواهم هم وبرغبتهم هم ومتطوعين بيه. لا ولو برضو كلنا بنطلع زي ما اتعلمنا وزي ما اللي أساتذتنا قالولنا وربنا عليه، ما أنا كنت ممكن أعمل من بنها ولا جيبش سيرة وإن البنات بيتنمروا على غادة وموضوع أمها. كنت تموت يا أنصاف، كان الموضوع كبس على نفسك جاب أجلك يا حبيبتي، ما تقدريش ما تقوليش يا أنصاف.
طب بلاش أنا، المهندسة نجلاء كان إيه عليها إنها تجري من هنا لهنا وتجيب محامية وتروح المؤسسة وتسعى السعي ده كله؟ تربيتك دي ولا مش تربيتك؟ على الله نكون عملنا حاجة كويسة ليهم. المهم أنا مستغربك يا أنصاف، داخلين يجي على شهر ما عبتيش شوال المصايب وجيتي قلبتيه في وشي وطلعتي تجري زي عوايدك، يعني في ايه؟ ده انا انصاف حبيبتك يا ابله، هو انت ليكي غير انصاف في الدنيا دي؟ عدم المؤاخذة يا ابله حياة، ابله جهان الضابطه قالت لي اشيع لها ابله انصاف بالعجل على اولى تاني، حاكم فيه بيتين هناك فاتحين على بعض مطاوي. ايه مطاوي؟ بعد اذنك يا ابله. يا ربي يا رب، انا لسه ما كملتش الجمله. يا رب اجري يا انصاف، اجري يا اختي عبي الشوال يا غالية، وتعالي جري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يسر كل أمر عسير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله العظيم. ألو، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، أي خدمة؟ مع حضرتك منى جمال، معدة برنامج مصر بخير يا فندم. كنا عاوزين حضرتك معانا بكرة في البرنامج تكلمينا عن تجربتك مع الطالبات في مدرستك. احنا كنا عاوزين نلتقي بالطالبات بعد اللي عملوه على الفيسبوك، بس هم قالوا ان حضرتك السبب واللي عودتيهم على كده، وعاوزينك تكوني معاهم في البرنامج. ياه، البنات قالوا كده فعلا؟ دول بيقولوا شعر فيك يا فندم. والله كتر خيرهم، مش عارفة اقولك ايه يا بنتي. حضرتك نموذج مثالي للمربية الفاضلة يا فندم، ولازم الناس كلها تعرف ان النماذج العظيمة دي لسه موجودة. ياه والله ده كتير علي قوي والله يا خبر، بس طالما البنات هم اللي طلبوا انا اكيد هطلع معاهم طبعا، انا اللي شرفني اكون جنب البنات مش العكس. خلاص يا فندم، الانتاج هيتواصلوا مع حضرتك عشان المواعيد وتوصيل حضرتك. تمام، الف شكر، مع السلامة. يا حلوة يا ولاد، استني يا حياة، استني ما اكلم البنت نوجة. نوجة الحق يا بنت، امك هتطلع في التلفزيون. يا لهوي، عملت ايه يا ماما؟ وانا بقول لك هطلع في خلف الاسوار يا بنت، ايه شهقه الحوادث اللي خبطتيها في وش دي؟ امال يعني طلع في التلفزيون ليه؟ تحلل مباراه الاهلي والمقصه، ما اكيد عملت حاجه. الاهلي والمقصه، الهي سد نفسك يا بعيده. لا يا اختي، طلع في مصر بخير. ايه بجد؟ ايه الحلاوه دي يا نفوس؟ اكيد عشان حوار ام غاده صح؟ الله، وعرفتي ازاي؟ يا ست كل الموضوع ترند، الناس كلها دخلوا على الصفحة وكل ملوش كلام غير على بنات معالي البساتين التجارية. الله، بجد والنبي العيال دول مفرحيني قوي يا نوجة. خلاص خديني في ايدك بقى وقول لهم بنتي حبيبتي. لا ربي عيالك يا بنت، اجري اجري، ربي عيالك، ربي عيالك يا ماما، لسه بدري عليكي قوي على ما تطلعي في مصر بخير. ماشي ماشي يا نفوس، بكرة تشوفي نوجة هتبقى فين. لا 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 لا، ما هو بكرة ده أنا حكون تجاوزت مرحلة تيك توك شو ودخل على أوبرا وينفري يا ماما. طيب تصبح على خير بقى، بتغطي كويس نفوس عشان ما تستهويش قبل ما تطلعي في التلفزيون. لا 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 لا، فاكراني بهزر، البت دي فاكراني بهزر. أنا طموحاتي عالمية يا ماما، أنا بت تكونش قفلت واطية وتعملها.